بحي المندرة من معتمدية الناظور انطلق مشروع تهيئة مختلف المسالك، مشروع سينهي معاناة متساكن المنطقة. وقت تصب المطر فإذا نات فهمتني ما نلقونا نتعدوا لا كراهب ولا فهمتني نحبسه، حتى التلميذ معناه يمشي يقرا ما يحبس. الحياة صعيبة شوية لهنا نظرا لأنه ثم معناها قلت لهنا متاع ماء وثم طين وثم معناها حتى صغارنا معناها يلقوا صعوبة معناها في التنقل، وتوا معناها بفضل المشروع هذا إن شاء الله نرو النور. تهذيب الحي انطلق في موفى شهر جانفي الفارط بكلفة تناهز 2.9 ملايين دينار، ويتضمن المشروع عدة مكونات. مكونات المشروع وهي تصريف مياه مستعملة، طرقات، تنوير عمومي، وتجديد شبكة الماء صالح للشرب. يشمل 980 مسكن بحوالي 3600 ساكن على مساحة 38 هكتار. تهذيب حي المندرة يندرج في إطار الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، والذي سيتواصل تنفيذه إلى موفى سنة 28 و2000. يشمل 161 حي على 99 بلدية. هذا المشروع الآن اللي انطلق فيه 41 حي على 26 بلدية. قلنا قيمة المشروع 600 الأولية هي 671 مليون دينار. انطلقنا فعليا في 41 مشروع، وسيشمل أيضا إنجاز 50 منشأة رياضية وشبابية، كذلك سيشمل إنجاز 16 منشأة صناعية، كذلك سيشمل إنجاز وحدة تحسين السكن بقيمة جملية تقدر ب 41.5 مليون دينار، كذلك سيشمل بناء تقاسيم محاذية لمناطق التدخل. ويذكر أن الجيل الأول من البرنامج قد مكن من التدخل ب 155 حيا بكلفة جملية تقدر بأكثر من 617 مليون دينار، وقد انتفع منه ما يناهز 900 ألف تونسي وأكثر من 170 ألف مسكن.